السلام عليكم متتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم متتبعين ديال امي زهره؟ لاباس عليكم، هانيه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما قلت لكم البارحه كنت في الرباط وما كملتش الفيديو، ملي بدات فيديو جديد هنا كنتوما نتوما تشوفوا امي زهره فين غدا. امي زهره هانتوما كتشوفوا راني عند جوزتي لبنى ورجلها. شكرا ليهم بزاف بزاف، وشكرا على الضيافه ديالهم، وشكرا على الترحيب ديالهم اللي رحبوا بيا. راه السنين هادي ما جيتش عندها هي، راه واخا كيجيو ولادي. ايوا دابا ان شاء الله انا جيت، هانتوما غتشوفوا معايا امي زهره فين ما مشيت تدير دار دارها، وني دار لبنى وعبد العلي داري بحالي بحالهم، راه كلهم ولادي الحمد لله. واخا لوستي راه بنتي، ماشي غير لوستي راه بنتي. ايوا هادشي اللي قطعت لها المتتبعين. غادي تشوف امي زهره غدير عاود، غدير عاود امي زهره مع سمعوان ولادها. ها المتتبعين خلاص هذا حتى نديرو بسم الله. هاد الفران بعدا بلاتي، هاد الفران بعدا اول مره غنشوفو مباشره، كنشوفو غير في اليوتيوب في تركيا ولا شكون اللي كانوا تيديروا هاد الفران. عجبني بزاف بزاف، وهادشي كاع باش ندير هاد الفيديو العزيز وعدد الناس العزاز والغاليين. باش تي بغيتي تشاركي معاك، بغيت نشاركو مع المتتبعين ديالي، وعجبني بزاف بزاف، وبغيت اليوم نطيب فيه الخبز. ايوا هانتوما تشوفو المتتبعين، غزال غزال وحمقني الصراحه بالله. خلاش على العافيه. لا ما جوش عاد العوافي على الشيطان. وتمناو تمناو العافيه، ما 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 تحشمنيش معاكم. المهم هذا الفران العجيب الغزال الفن عجبني بزاف، خبز فيه الخبز. ايوا المهم انتم خليو العافيه تشعل، ها العافيه كتشعل الحمد لله، يمكن راه شاعله. شاعله شاعله، الله يجينا من نار جهنم، الله يجينا ويجيكم من نار جهنم. المهم العافيه ديالي شعلات، اجيو تشوفوا اش كيديروا لنا البنات عاوتاني ان شاء الله. شوفوا الكيسة بعدا اللي دايره عمتي الصراحه، ورجعها في هاد السطح. يا سلام زوينه والصراحه غزاله. المهم بعدا نعطي التحيه للمشاهدين ديال امي زهره، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير، داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. كيف ما قالت لكم امي زهره راه من الرباط، جينا للمكلات عند عمتي وبدنا عندها، كنا غنصوروا معكم البارح ولا كنجينا عيينه صافي دقدقنا، وخلينا احسن هاد الصباح. واخا كانت الصراحه ام زهره ولا تمشي فاش شافت الفران قالت لا غنطيب الخبز هنا ونشاركو مع المشاهدين ديالي، عاد نمشي بحالي ونتغداو عاد نمشي بحال عاد نمشي. عمتي قلت لها طيب لنا الطاجين العجيب ديالها، راه كدير طاجين زوين، كدير طاجين زوين. ايوا قلت لها الطاجين منو ما منو ما غادي تخلاقي ان شاء الله، وها هي كتنصب معنا الطاجين ديالها. واخا هي راه ما يزقدها شي تبان معنا، ولكن اش دايره لها اليدين كتنصب الطاجين. كان ياري في الدين وكان ياري في ديالها مراكا، هكا لا كاع لي صورنا فيها وشكرا ليهم كاملين. راه يعطيك الصحه ودي يا عمي. ما تعاونيها واخا هنا جيبي لا غريب راه كل قلت المعاونه جلبه لي المشاهدين ورقوق وهاد الكرسي العجيب اللي جلست عليه وقت لا نطيح تيقول صراحه لا واحد اللي جو عندهم هنا غزال. يا سلام سيدي صراحه، واخا ما تبقاش بلا ما يمشيو كنقولوا نمشيو نديرو غير نتغداو ونمشيو، انا راه ما سخيناش. مرحبا بكم. انت دابا اللي كتقولي انا بغيت نمشي بحالي، شوي كتقولي ما سخيتش نمشي. ما سخيناش صراحه، ولا هي ضروري كاع. ايوا اكيد وصلت في على طريقتي سيبنا الطاجين، واخا مازال ما كملاتوش، ولكن شفتها كتصايب واحد الطريقه د العطريه تما في شكل. خليها هي تقول شنو كدير فيها. كندير البزار وسكين جبير، الخرقوم، الثومه محكوكه، كنور ديال البقري، وكنقص ديال المطيشه، كنحرك هادشي كامل مزيان، زويته بالبيه، كندير ليه ميها، صافي كنبقى نمرق الطاجين ديالي من الفوق. انا ما كنحمش ما كنحرقوش، كندير له هكا من الفوق من بعد العطريه. اي هذاك هو المرقه ديالي. هذه هي المريقه. دابا العطريه هكا كديرها وغديريها من الفوق هنا. دير بها نيت المرقه للطاجين. انا باش شفتها كانت المشاهدين كانت ردت ديك العطريه تما، وانت بلاتي بلاتي شفت هذه اللقطه مع المتتبعين. وغادي تقولي لهم كيفاش كتشوفوا كتسقي من ديك العطريه ايه كامل، ومازال ما درتيش طاجين الجبانه. مازال هي والربيع حتى الاخر، كل واحد طريقته. نتمناو يكون زوينه الطاجين ديالو هو بحال باين باين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله رزين صراحه. شوفوا شوفوا ما نضحك شويه عاوتاني تقطعوا بيا حتى النفس على الشيط. خذي راحتك راه بنتك هذه، بنتي هذه بحالك بحالها. هي كيما كتشوفي كنشد جلبانه كنديرها بحال هكا،
كنجبد الربيعه ديالي هكا تبقى لي واحد الحركه ديرها من الفوق واحد طريبه الحامض درو غير هاد الحامض راه زوين هذا هذا المجمل مزيان وغزال كله عجبني حتى انا راه صوراته غتمشي حتى لبابانو ها كلشي مقوم تبارك الله ها حتى القس كاين ديال الجمر وها انتما تبغات امي زهره طيب طاجين وكلشي كل يوم ان شاء الله طبيعي وتقليدي وتقليدي وداكشي ديال ما غاديرينها شويه لا عرفتو منو الاول كيما غادي يهزيو بالجمر يعني حتى يشوفو دابا نشوفو هاد العجاج داهت هاد البراندي كلشي تبارك الله زوين الله يعطيها الصحه لا هي لا راجلها الله يكمل عليهم لا هما لا وليداتهم ايوا التلفازه هي المهم اللي تشدنا ودير هذا هذه ديال 10 دراهم ها انتما بلاد تبارك الله عجبتني البنت انتما انا نعس هنا ما نهبطش لتحت عجبتني هنا والله الا ارتحيت ونرتاح ونعسنا هنايا عسنا كاملين كاع صراحه الزحينه اللي ما كنحسش تفر نحس نسمع الوحده لقينا واحد الضيفه ديالنا عمت كنا عمت الوالد ديالي وتجمعنا كاملين وضحكنا كاملين ونعسنا هنا كاملين وكنقول تهبطوا تنعس تحت لهم انا هنا نعس هنا عجبتني وارتاحينا الحمد لله ايوا ولتحت عرفت انت نهبطوا ونصوروا ان شاء الله طيبت ما نعرف واش غادي الخبزه هي هذيك ولا لا شحال هذه بيني وبينو ايوا انا ما اظن كنت غادي نقلبها هي ونكسر الله اكبر تبيعين هذا ثلاثه د الخبزات ايوا كنتمنى وما يتهبطش ما تمناش واش كاين لوكا الاذان ما كنسمعوش خلينا الاذان حتى سالا مازال تيبقى ها هي لاختي مازال هذه الخبزه ديالي دابا غنسد عليهم ونخدمهم مثلا باين على نشوف الطاجين اشنو كيدير هو كيطبخ غير بشويه من المعد ها انتم انتم المتتبعين ديالنا العزاز ها الخبز ديالنا كيبقى ولا كيبقى ها كيخرج هذا الخبز ها انتم مازال البرماد ديالو راه ما بغاتش تمسحو قالك حتى توريه هذا كيولا من حيت الفران من تحت ما بقاتش دايره بحال داك الحجر فيه والمهم اول مره غنطيب في هذا الفران هو اول مره كما قلنا نشوفوه مباشره هو هذا المهم الطياب ديالو اللي عطاني هو هذا ها انتما كتشوفوا